سبلايز مكتوب عليه سي بي اي اباوت سي بي اي 473 يرفع ايده، لانه كان في طالبه ما قدرت تشوف هذا الحكي. كل شايف؟ في حد شايف؟ ولا حد شايف ولا حد مش شايف ولا شايفين؟ لا دكتور شايفين، شايفين دكتور، شايفين. ما حكيتوش. طيب مين مش شايف سلايدز؟ كل شايفين؟ ممتاز، رائع. طيب فطبعا عشان أضيع وقت أكثر بدي أجرب شغلة ثانية. هلا لو بدي أعمل شير بدي أشوف مين بدي أعمل شير بالله للوايت بورد. شو صار بالسلايد؟ اختفى، راح دكتور، كان لازم اختفى. هسه الوايت بورد طلع. طب شو صار بالسلايدز؟ راهو كفو. اها لسه مختفين؟ لسه دكتورة. طيب ممتاز. رجعوا السلايدز. رجع دكتور. رجع دكتور. رجع دكتور. طيب رائع، ماشي ماشي. طيب خلينا طبعا رايحين نخلص ابكر شوي، لانه زي ما حكينا ضيعت وقت اطول مع الطلاب حتى مشينا امورهم. انتوا وضعكم اسهل شوي على الاقل، يعني looks like things are better. ف المادة اللي جاي داخل على المادة خطأ، هاي عن الاوبريتنج سيستم. المادة عن ايش؟ عن الاوبريتنج سيستم. ف طبعا راح اسالكم، امر بالاسماء هلا ماشي حتى اشوف انكم صاحيين ولا لا. راح اخذ اسماء. اول اسم احمد خالد، موجود انت يا احمد؟ موجود دكتور. اعطيني يا احمد مثال على اوبريتنج سيستم مشهور. ويندوز. ويندوز، ممتاز. راح امشي راندوملي، الصبح كان عددهم اقل ولذلك مشيت عليهم كلهم. اشرف، نايف، اعطيني مثال على ديفرنت اوبريتنج سيستم يا اشرف. اشرف موجود انت يا اشرف؟ جوز قصدك دكتور اسهار البنت اللي مش اشرف. لا اسف والله انك شاطر. اسهار، شكرا. اسهار ايوه. احكي لي يا اسهار، اوبريتنج سيستم غير الويندوز؟ لينكس. لينكس، ممتاز يا اسهار. طيب ديما، مهند، اعطيني كمان different operating system. ديما سمعتني يا ديما؟ ديما، مهند، شرادقة. اها شو حكيتي يا ديما؟ مش سامعينك يا ديما.
طيب عبين ما تزبط امورها ديما خلينا ناخذ. طيب حمزه محمود اعطيني ديفرنت اوبريتنج سيستم يا حمزه، اسم لاوبريتنج سيستم. دكتور اوبنتو. اوبنتو. كلكم قاعدين تعطوني اوبريتنج سيستمز لكمبيوترز، بدي هلا اوبريتنج سيستمز لمين؟ لديفايسز زي التليفونات زي اندرويد. دكتور تفضل. بدي شخص اخر بس اوبنتو جوابك صح. شكرا يا حمزه. طيب خلينا ناخذ نرمين شاكر، اعطيني اشي. نعم دكتور. اعطيني يا نرمين اوبريتنج سيستم غير اللي ذكروا زملائك، ويندوز وبنتو ومن هالامور ولينكس. ممكن للتليفونات اندرويد. اندرويد ممتاز جدا. طيب راضي اعطيني اسم اي او اس لتليفوني. راضي اي او اس. بنتو اي او اس. صحيح ممتاز. مين كمان في أسع تصعب أكثر وأكثر لأنه قربنا نخلص على اللي معروفات. سمير. سمير شاهر. سمير حميدات. هذا دكتور أعطيني اسم operating system. ماك أو أس. ماك أو أس ممتاز. شذا ورا سمير احكي لي شو عندك. شذا اي تي اس. في ماشي. سندس. طيب طارق شو في او اس سندس؟ وينك يا سندس احكي معنا. طارق. طارق الزعبي في المورف او اس. الايش؟ مورف او اس والايروس. وين هذا المورف او اس؟ على ايش بيشتغل؟ يعني شو الجهاز اللي بيحاول يعمل له مانجمنت؟ كان هو قديم صح بالثمانين والتسعينات. على اي جهاز متذكر يا طارق؟ لا والله مش متذكر. طيب ممتاز. تسنيم. طيب هلا بدي اعملها اوبن. طيب بديش اناديكم بالاسم. مين بيعرف اسماء اوبريتنج سيستمز جديده غير اللي ذكرت؟ دكتور في دكتور باي جوجل. في كروم. ايوه كروم صح. ايش كمان؟ في دكتور هواوي عاملين هارموني او اس. صح. وهواوي عملوا او اس بعد ما امريكا صار بينهم مشاكل. صح. مين كمان؟ رياكت او اس. كله انا ما سمعت فيه بس احتمال. طيب خليني اعطيكم فكره بس على اهميه الاوبريتنج سيستم. زي ما حكيت لزملائكم قبل، اشهر اربع خمس شركات بالعالم، اربع شركات بالعالم مين هن؟ ابل، جوجل، مايكروسوفت، وامازون. على فكره انا قبل ما اجي عندكم هون اشتغلت فتره بشركه جوجل. فشركه جوجل لما كنت في شركه جوجل قائم الشركه كلياتها على الاوبريتنج سيستم تاعها. نفس الشغله مايكروسوفت ونفس الشغله شركه أبل وأمازون. يعني هذول الأربع شركات دخلهم السنوي 8 تريليون، يعني كل واحدة تقريبا تريليونين. 8 تريليون قيمتهم، عفوا 8 تريليون. حتى تعرفوا قيمة الأوبريتنج سيستم وشو معنى الشركات تاعي. الأردن كلها، يعني الأردن شعبه كم واحد بالأردن عايش؟ 10 ملايين إحنا صح؟ فكل سنة الشعب الأردني ضيف عليه منتجات الأرض الزراعية، ضيف عليه منتجات الغاز، أي شيء الفوسفات، يعني مش كله منتج الناس، حتى منتج الأرض. يعني لو جمعت إنتاج 10 ملايين بالأردن إنتاجهم كامل
سواء خدمات ولا سياحة ولا إشي، زائد الزراعة، كل شيء بسموه GDP Gross Domestic Product، عبارة عن 40 إلى 50 مليار. ماشي، شركة واحدة مثل أبل ولا جوجل إنتاجها فيها 50 ألف موظف، جوجل لما كنت فيها إنتاجها 2 تريليون. مين من الشاطرين منكم بده يقول لي 2 تريليون divided by 50 مليار كم مرة، كم العدد لو قسمنا 2 تريليون، التريليون هو 1000 بليون، على 50 مليار، المليار هو بليون، نفس الاشي، كم تطلع؟ 4000. خففني شوية كريم، شوية طارق انت. لا 40. 45. 40. صح؟ 40. يعني انتبهوا، شركة مثل أبل تعمل شو؟ أبل بتعمل، ناس بيفكروا انه بيعملوا هلا بيبينوا هاردوير، حقيقة الأبل او اس اللي هو الماك او اس ولا اي او اس ولا 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 كلهم نفس الاوبريتنج سيستم نفسه، بس تعديلات بسيطة، هو اللي خلى أبل شركة مشهورة، ليس الهاردوير. أبل اصلا كل الهاردوير تاع أبل يصنع في الصين. وين يصنع؟ في الصين دائما. أبل عمر ما صنعوا، نادر ما يصنعوا هاردوير، شغلات بسيطة، كل يعني الويندوز الكمبيوتر الهاردوير كله معظم يصنع في تايوان ولا الصين ولا كوريا ولا وتوان. بس الكونتريبيوشن تاع هاي الشركة سهولة التعامل. يعني ليش واحد بيقول أنا بحب الآيفون ولا بحب الهواوي ولا، هو طريقة التعامل اللي هو الأو أس. يعني أهم عنصر بأي ديفايس بتشتريها الآن هو الأوبريتنج سيستم، هو الشيء اللي أنت يو لايك الفيل، هو اللي بمنظم الأبليكيشن وكل شيء، راح نيجي على تعريفه. بس أنا بدي أعطيك فكرة حتى أنت تفهم وين أنت، يعني شو معنى الأوبريتنج سيستم وقيمته. ماشي، فإذا هاي الشركات يعني شركة واحدة مثل أبل إنتاجها قد 40 دولة مثل الأردن، وجوجل 40-80، ومايكروسوفت 40-120، وأمازون 40 قد 160 دولة. شو رأيكم؟ 4 شركات إنتاجها قد العالم كله باستثناء الدول الكبرى، كم واحدة؟ شيل الصين واليابان وألمانيا وكم دولة، يعني هاي ال4 شركات بتنتج قد العالم كله ما عدا أعلى 5 دول ثانية. وضحت الصورة؟ وضحت؟ فتعرف شو 2 تريليون؟ لو جمعنا كل الذهب بالعالم وعطينا له واحد منكم، تخيل إنه واحد منكم صار قوي جداً، طلب إنه كل الذهب اللي استخرج بالعالم من أيام آدم للآن وعطينا إياه، قلنا له أقول لك أنت إنسان بتحب الفلوس، بدنا نجمع لك كل الذهب بالكون، تعرف قديش قيمته؟ 6 تريليونات فقط. يعني هذول ال4 شركات قيمتهم أعلى مما أنتج الإنسان من لما الله خلقه للآن بمرة وربع. واضحة الفكرة؟ يعني إنتاج هائل، كله قائم هذا الإنتاج على إيش؟ على الأوبريتنج سيستم. خليني أعطيكم مثال، أنا بحب أعطي الفكرة الكبيرة حتى ما يفهم الطالب وين وضعه من الإعراب، يعني مش يلا ابدأ وأس، لا، بدي تفهم أنت شو قيمة الأس، كيف أنه 3-4 أشخاص بدوا أوبريتنج سيستم بعدين هذا. الآن واحد بيحكي إيه طيب شو الأس؟ هو برنامج يا جماعة، الأس هو برنامج، بس خليني أعطيك فكرة إنه طيب شو هالبرنامج؟ معقول برنامج واحد بيعطيني تريليونين؟ طبعاً بيعطيك. مايكروسوفت أوفيس 365 قديش قيمته بالكون؟ عالي جداً. تعرفوا كم هسا لو بدكم تروحوا تشتروا مايكروسوفت أوفيس، واحد منكم يحكي لي قديش ثمنه إذا ما أخذتوش يعني بكراك ولا شغلة مثل إيه، قديش ثمنه شباب ولا بنات؟ من 70 ل 100 دولار كأنه. لا أكثر. كديش انتو يا كرمه يا ابو خلا بعدين معكم
والله انا اجاني 200 دينار 240 دولار. تخيل برنامج بتكتبه مره واحده كل ما يستخدمه انسان، طبعا برا ما حد بيستجري يعمل كراك بروح على السجن، احنا لا نقدر نعمل له كراك لانه يعني حقيقه ما يعني مين بده يقدر يدفع 250 دولار 200 دينار صح؟ يعملوا له كراك معظم الوقت. anyway بس تخيل انه انت اذا في مليون واحد استخدم المايكروسوفت اوفيس بيطلع لك 250 مليون، بيطلع لك 250 مليون. واذا بليون واحد استخدم المايكروسوفت اوفيس بيطلع لك 250 بليون كل ما يعملوا نسخه جديده. ومايكروسوفت كل 3-4 سنين شو بيعملوا؟ نسخة جديدة صح؟ متخيلين؟ يعني إشي رائع. شو بدك أحسن منك؟ تكتب برنامج وكل ما واحد يستخدمه بده يعطيك 200 دينار، أرقام خيالية، ولا 250 دولار واتبار. طيب إذا نفهمنا أهمية إنه هذا الـ OS فعلا ما هو شغلة بسيطة، خلينا نيجي على نرجع للمادة الآن اللي بدنا ندرسها وشو بالضبط بدنا نعمل، لأنه يعني يفهم الطالب شو رايحين نتعلم بهالمادة هاي. طبعا خلينا أكون صادق معكم، أصعب برنامج بالكون صنعه الإنسان هو الـ OS. يعني ما بكذب عليكم أقول لكم لا سهل المادة، لا لا لا، أي واحد بيقول لك سهل هو جاهل. هذا البرنامج الـ OS هو أصعب برنامج اخترعه الإنسان بتاريخ الإنسانية. وهلأ بتعرفوا ليش؟ إلا أنه مبادئه بسيطة، مبادئه بسيطة، فإحنا رايحين نتعلم مبادئه. وبالنهاية ما بكتبوا شخص هذا البرنامج، آلاف الأشخاص، عشرات الآلاف على مدى السنين بيشتغلوا في شركة مايكروسوفت وأبل وجوجل وكلهم أمازون، وبطلعوا هذا. يعني كل واحد له دور بالأوبريتنج سيستم، بس راحين نعرف وليس شركة واحدة بتشارك فيه فقط. شو إذن هدف المادة؟ هدف المادة اسمها أوبريتنج سيستم، يعني مبادئ الأوبريتنج سيستم. فرايحين طبعا نتعلم understand the basic concept، المبادئ الأساسية للأوبريتنج سيستم، كيف بتصنع، كيف بنعمل، كيف يستخدم. مش استخدام، احنا بدنا كيف يصمم. لانه في منكم يعني في طلاب كثير، انا بالسابق لما درست انا تركت كثير الجامعه، يعني كنت شركه انتل وشركه جوجل وانفيديا، اشتغلت بهاي الشركات وكري. فكل كذا سنه برجع على امريكا وبرجع سنتين مثلا على الجامعه. ففي طلاب من اللي تخرجوا هلا بمايكروسوفت، طلاب مثلكم كتبوا سمبل OS، قابلوا مايكروسوفت وراحوا على امريكا ولا رجعوا. طلاب متميزين طبعا، وانا متاكد انكم متميزين لانه انا انبسطت اجوبتكم رائعه، يعني جاوبتوني كل الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده، which is good sign، يعني بدل انه الكورونا مساعدكم صايرين تقعدوا بالبيت، بطلتوا دايرين، which is good sign. ف هلا اذا الجولز للكلاس انه بدنا نفهم التصميم والبيلدينج للاوبريتنج سيستم عشان ناخذ كمان some practical experience، يعني خبرة عملية، مش بس حكي بحكي. الخبرة العملية بدها تيجي من مين؟ من البروجكت. البروجكت راح يكون عليه 30 علامة، 20 مع الفيرست مع الميدتيرم، آسف فيش فيرست، وبعدين 10 مع الفاينل. يعني الفاينل هو من 50 والميدتيرم 30، بنضاف 20 للبروجكت و10 مع الفاينل. وزي ما حكينا بدنا نقسم كل جروبس عشان تشتغلوا مع بعض. وبدي اياكم انه انتم شلون تصيروا تحكوا مع بعض. حابب مجموعه منكم والمره الجايه يحكوا لي، تقدروا تدخلوا استخدموا اللينك هذا، تقدر تدخل على اللينك باي وقت صح؟ مش هيك؟ ولا في لها ليميت؟ واحد يجاوبني، مين بيقدر يجاوب؟ لا عادي دكتور، نقدر ندخل عليه. طيب حاولوا ادخلوا، انت مثلا احكي مع زميلات ثنتين من زميلاتك، حاولوا بوقت فراغ عندكم
ادخلوا الثلاثة وشوفوا بتقدروا تدخلوا وتحكوا مع بعض، على أساس إذا ما زبطت هاي الأمور بعمل لكم لينك للبروجكت عشان تقدروا تدخلوا وتحكوا مع بعض. واضح؟ إذا ما زبطت بس شوفوا. النقطة الصوت قطع شوي، ما فهمت إيش. إيش يا ليث؟ ليث؟ ليث إيه بس. سامعينك يا ليث، شو بتحكي؟ أنا ما فهمت آخر نقطة، يعني أنت كنت تحكي فيها إيش نعمل بالضبط، لأنه كان صوتي قطع شوي. إنه بدي، أنا بدي منكم إنه عشان شلون بدكم تحكوا مع بعض، يعني أفضل من إنه تحكوا مع بعض عن طريق التلفونات، ممكن تدخلوا على مايكروسوفت تيمز إذا كنتوا مجموعة، مش أنتم كنتوا تعملوا جروبس للمشاريع، فاستخدموا اللينك اللي أنا معطيكم إياها عشان تقدروا تدخلوا تحكوا مع بعض اذا 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 مزبوط، او انتم تعملوا بيناتكم لينك، والله ما بعرف شو احسن طريقه بيناتكم. مايكروسوفت تيمز دكتور عادي بيخلينا نعمل جروبات بين بعض ونحكي مع بعض، كنت استعمل هيك قبل الاونلاين. ورايح انا اعمل لكم كمان اوفيس اورز، اعمل لينك مايكروسوفت تيم يوم الاثنين والاربعاء، بحيث اي طالب عنده اي سؤال بالجامعه، عنده اي سؤال عن الاوبريتنج سيستم، حابب يحكي معي بشغله، حابب بده يعني إشي، تقدر تحكي معي على الفيديو أو على التليفون إذا مش حاب أشوف صورتك أو مش حاب أشوف صورتي، بعمل فويس أونلي زي ما بتكون، بس رايح يكون في أوفيس أورز عن طريق المايكروسوفت تيمز. يعني رايح أنزل لكم أنا برنامج كامل على المايكروسوفت تيمز، ماشي؟ وبضيفكم عليه إن شاء الله. طيب، وممكن عن طريق الشات بتقدروا تعملوا معي شات إن شاء الله. طيب، أنا يعني خاصة مع وجود الكورونا وأنتوا مش بالشوارع ومش بالحفلات زيارات وكذا، فإن شاء الله أنه بتقدروا تقرأوا الكتاب. نزلت لكم أنا أربع شغلات زي ما حكيت لكم، الكتاب والبروجكت بوك والسيلبس، ونزلت لكم كمان أول هاي هي السلايدز اللي بحكي منها نازلين، طبعا كله على الإيليرنينج. بدي اياكم كل الشغلات اللي بدي اياها منكم وين موجوده على الإيليرنينج. طبعا مايكروسوفت تيمز بقدر انزل لكم، نزلت بس قررت اني غيرت رايي، بدي ارجع للإيليرنينج لهدف اخر، لانه الجامعه تعمل سناب شوت من كل الشغلات اللي على الإيليرنينج. بحب جدا انا المشاركه، والا الصف بصير ممل جدا، فلذلك ما تترددوا بالمشاركه ان شاء الله. طبعا بدي اقفز عن هذول، شكله انا مش عامل تعديل عنهم، راح تكست بوك زي ما حكينا اوبريتنج سيستم كونسبتس اسينشلز باي سيلبر شوتس جالفين اند جاجني، هذول معروفين. فالآن إحنا يعني مش رايح أطول عليكم، بس إذا السؤال، الإنسان لما بدرس مادة لازم يعرف شو التايتل. والله أنا شفت طلاب يتخرجوا ما هو وسؤل بمقابلة شو المادة اللي أنت درستها، ما عرف يعمل ديسكريبشن. فخلينا نعرف شو هالمادة اللي بدنا ندرسها قبل ما ندخل فيها. فدائما السؤال لما واحد سجل أو أس، السؤال اللي بيتبادر لذهن الإنسان What is an operating system؟ شو هو هذا OS؟ يعني شو هو؟ يعني يلا نسمع OS OS، وانتو حكيتوا لي لينكس وابنتو، وحكيتوا لي ويندوز وماك OS وآي OS، وحكيتوا لي أندرويد وOS عمرني ما سمعت فيها، وOS جديدة صح؟ شو؟ كلياتهم يشتركوا في شيئين، كلهم هذول الأوبريتنج سيستم ما بيختلفوا عن بعض أبداً، لهم هدف معين. الهدف المعين بالأوبريتنج سيستم هو يعني الأوبريتنج سيستم هو برنامج يا جماعة، هو برنامج، بس أنا قلت هو أعقد برنامج كتبته البشرية في التاريخ، هو برنامج. إذن هذا الـ OS اللي مغلبنا ندرس عنه هو برنامج بالغالب مكتوب بلغة مثل السي، يعني لو تروح أنت على الويندوز ولا على لينكس
بتلاقي 99.99% منه مكتوب بالسي كتب، وفقط واحد بالمليون، واحد بالمئة ألف، سمي اللي بدك إياه، من هذا البرنامج مكتوب في الأسمبلي فقط، والباقي كله مكتوب بإيش؟ بالسي. لا يعني أنه لازم يكون في السي، ممكن تكتبه بأذر لانجويج، بس هيستوريكلي هذا اللي حصل. طبعا ليش أعقد برنامج؟ لأنه لو تيجي على ويندوز 7 ولا 10 ولا ويندوز أنتي، تجد أنه عدد السطور برنامج الأو أس 70 مليون سطر. يعني لو يجي واحد شاطر منك يقول والله أنه دكتور عبد الله كثير يعني خلى الأوبريتنج سيستم شيق، حابب بدي أطبع الأوبريتنج سيستم وأقرأه يوم الجمعة والسبت، ماشي، رجائي لا تطبعه، طبعا مش راح تقدر تطبعه لأنه ما مش راحين يعطوك إياه، بس لو أعطوك إياه السورس كود وأجيت أنت اشتريت لك برينتر مليح وطبعت، كم صفحة بطلع؟ مليون صفحة، فما حد يطبعه، ماشي، بتضيع الحبرات والورقات. 70 مليون، عارفين هذا الرقم؟ يعني اعتبر انه في 70 سطر على الورقة، طبعا الورقة عليها بس 60 سطر وقد يكون 40، يعني فوق المليون صفحة. اذا هائل. واحد بيحكي طب كيف كتبوا 70 مليون؟ طبعا ما كتبوا شخص ولا كتب في يوم ولا من شركة واحدة. اصلا 70% من الاوبريتنج سيستم تاع الويندوز ما كتبته مايكروسوفت، كتبته الشركات اللي بتعمل الديفايسز. يعني كل شركات البرينتر، كل شركة برينتر لما تصنع برينتر بتكتب جزء الاو اس تبع البرينتر وبتعطيه لمايكروسوفت. كل شركات الماوس، كل ديفرنت فيرشن من الماوس الشركة بتكتب معه سمول بيس بتعطيه لمايكروسوفت. كل شركات الهاردسك، كل شركات الكارد ريدر زي انفيديا جي بي يوز وكذا، كل شركات النت نتورك انترفيس تشيب اللي هو للنتوركس، هذا الكمبيوتر مليان كومبوننتس. 70% من الاو اس مسؤول عن هاي الكومبوننتس التي صنعت من شركات غير شركه مايكروسوفت. شركه مايكروسوفت كتبت مين؟ فقط 30% من الاو اس، و70% من الاو اس مين كتبه؟ كتبته شركات أخرى. واضح الفكرة؟ فإذا هذا البرنامج هو مش برنامج واحد كتبه شخص، هو مجموعة من البرامج. وفي المين بروجرام مجمعها مع بعض اسمه الأوبريتنج سيستم اللي هو الأو أس، فالأو أس هو مجموع هذه البرامج. واضح الفكرة؟ طيب ماشي، عرفنا شو هو. هو برنامج at the end of the day مكتوب بسي ولا بسي بلس بلس، بيختلفوش كثير عن بعض، وبتعمل له كومبايل وبصير اكسكيوتبل. طيب شو بيعمل هذا الاو اس؟ له هدفين مهمين. اولا هو اللي مسؤول عن تنفيذ الابلكيشنز. يعني هسه انت لما يكون معك التلفون تاعك بدك تحكي مع شخص على التلفون، قبل ما تحكي مع الشخص بتروح على الايكون اللي عليها صورة التلفون الاخضر، وشو بتعمل؟ دبل كليك. شو يعني دبل كليك؟ يعني انت اخترت ابليكيشن، لما تعمل دبل كليك كأنك قلت يا اوبريتنج سيستم لو سمحت انا ارغب في تنفيذ هذا التطبيق اللي هو اسمه فون، لانه انا بدي احكي مع شخص زميل الي او زميل الي. واضح الفكرة؟ إذا شو هدف الأول للبرنامج اللي اسمه OS؟ هو controls. شايفين controls إيش؟ the execution of application programs. إذا الـ OS ما بده يسمح لك بتنفيذ الابليكيشن، لو بتظل مش مرات أنت بتعمل دبل كليك ودبل كليك وبتحكي ماله مش راضي يرد الكمبيوتر، أنت بتقول الكمبيوتر موقف. لا، هذا سؤال، هذا كلام خاطئ، هذا كلام واحد عامي بيحكي، اما واحد مهندس كمبيوتر ولا نتورك لا يجوز.
الاو اس مش راضي ينفذ لك البرنامج، ليس الكمبيوتر. الكمبيوتر مش وظيفته، الكمبيوتر هو الهاردوير. هذا الكمبيوتر الهاردوير ما عنده قدرة، هو فقط زي ما تقول زي الشارع، الشارع والسيارة. هل السيارة بتمشي لحالها على الشارع؟ لا طبعا، بالمستقبل راح تصير. مين الأوبريتنج؟ أوبريتنج اللي بيشغل، المشغل أوبريتنج سيستم هو الإنسان. مين اللي بيحرك السيارة على الشارع؟ هو الإنسان، هو الأوبريتنج. وبالمستقبل جوجل عملت هسا، لما كنت أنا في جوجل ركبنا بسيارة، أنا ركبت أكثر من مرة بسيارة، يعني مزعج جدا حقيقة، بس راكب بسيارة فيها السايق وأنا قاعد بالخلف والسيارة ماشي فيه، وطبعا بتكون خايف أنت لأنه بلكي هاي السيارة صار عطل فيها كذا، بس مع ذلك يعني بعد فترة تعودت عليها. جوجل كتبت operating system إنه يسوق السيارة، operating system. ولذلك شوف، تخيل قديش جوجل بدها تعمل ملايين، ولا تسلا مليارات الدولارات، لأنها كتبت operating system شو؟ يسوق السيارة. وانت بتستغرب، معقول؟ نعم، أنا قعدت بسيارة وساقتني من محل لمحل، قالت لي وين رايح، قلت لها على المكان الفلاني، بس عرفت العنوان ساقتني من، وأحسن من أحسن سواق بالأردن على فكرة، سيارة محترمة، تدعس بريكات لما تشوف طفل، ما بتبزقش على الشوفيري اللي بجنب ولا إشي، محترمة بأدب، تقف على الإشارة الحمراء، ما بتلفش شمال ويمين ولا بتفحط، رائعة، ووصلتني للمكان اللي بدي إياه. مين اللي قاد هذه السيارة؟ هو الـ OS. نفس الشغلة، فالسيارة هي هاردوير، والطريق هي هاردوير، واللي مشى السيارة واللي عمل كنترول للسيارة مين هو؟ الـ Operating System. إذن أي ديفايس بالمستقبل، خاصة مع تطور الـ AI Artificial Intelligence، كل الدنيا ماشي باتجاه، تستغربوا أنتوا، الطيران من 10 سنين ليس الطيار الذي يقود الطيارة على فكرة، الطيار قاعد فقط إذا صار إشكالي بالطيارة. والدليل على ذلك مسكوا أكثر من طيار، نزلت الطيارة بالمطار وكذا كذا طبعا، والطيارين باقيين الله أعلم شو صاير فيهم، واحد نايم واحد كذا، يعني فقط مطلوب بس من الطيار يكتب انه نزلها في المكان الفلاني. يعني حتى الطيران اذا بسوقها الطيار معظم الوقت بتعمل حوادث، اما الاوبريتنج سيستم تاع الطياره هو اللي مطير الطياره، هو اللي بيشوف انه في طياره ثانيه وبيعرف الارتفاع والسرعه. يستغرب الناس فعلا، بسموها اوتو بايلوت، اوتو بايلوت يعني بايلوت اوتوماتيكي ليس طيار. anyway، فبقصد الأوبريتنج سيستم ما تستهينوا فيه، هو المستقبل، هو يمثل الدماغ للإنسان. يعني الأو أس هو اللي بيمثل بالمستقبل الأي آي، هو اللي بيمثل الشيء اللي رايح يدير الكون بالأرض، يعني آسف مش الكون، رب العالمين اللي بيدير الكون، بقصد يعني بيدير، يعني المخبز آلي، السيارة آلية، الطيارة آلية، شو ضل؟ كله آلي. السيارات الآن تصنع، روبوت اللي تصنعها، ومين اللي مسؤول عن الروبوت الأو أس؟ مين اللي بدير الروبوت الأو أس؟ فالأو أس يا جماعة هو يمثل كل الانتليجنس اللي عرفه الإنسان، هذا البرنامج هو اللي يمثل الانتليجنس. واضح الفكرة؟ إذا هاي المهمة الأولى للأو أس. شو المهمة الثانية للأو أس؟ هو الانترفيس بينك وبين الهاردوير. يعني انت على تلفونك، مين اللي مظهر لك الابليكيشنز بالطريقه هاي؟ مش انت ممكن تعمل الابليكيشن ليست؟ مش ممكن تعملها ايكونز؟ مش ممكن تعملها سمول ايكونز، لارج ايكونز؟ مين اللي بيعطيك هذا الشكل؟ هو الاو اس. فهو الانترفيس، يعني انت ما بتقدر تحكي مباشره كيوزر ولا برنامج، لا يجوز الابليكيشن ولا اليوزر يحكي مع الهاردوير مباشرة. ما بصير تقول للهاردوير ودي لي مسج، لا، انت بتقول يا او اس لو سمحت
خلي الهاردوير يودي المسج، الاو اس اذا بده بقول اه واذا بده بقول لا. واضحه الفكره يا جماعه؟ فاذا هذا الاوبريتنج سيستم له تو ميجر فانكشنز. اولا هو اللي مسيطر ومانج الهاردوير وكل الكومبوننتس تبعته، مانج الهارد ديسك، مانج الميموري، مانج السي بي يو، كل هاي الامور والنيك. وهو الشيء الذي هو الانترفيس بينك، it is the interface بينك وبين الهاردوير. مين ما يكون الاوس، وبالمستقبل ما في اي شيء بالدنيا الا له اوبريتنج سيستم. واضحه الفكره؟ انا ما بدي امشي اكثر لانه يعني مشيت بهاي السرعه مع طلاب اللي قبلكم كانوا متغلبين. بدي اخذ بس سناب شوت للحضور بس عفوا حتى اسجل مين اللي موجود. الان بفتح المجال للاسئله، مين عنده اي سؤال منكم؟ تفضلوا اي سؤال. دكتور راح تسجل المحاضره وتنزلها؟ هاي لا، بس بالمقابل بالمستقبل عم بفكر والله. يعني انتم حابين اسجل ولا لا؟ اه دكتور طبعا اكيد. طيب خلينا نشوف ان شاء الله، بلكي نشوف كيف بدنا نسجلها، لانه مرات انا بسبسب مش حابب تطلع السبسبه، مش عنكم انتم دائما، لا انا عن ناس بريت المحاضره. طب دكتور تسمح لنا احنا نسجل مثلا؟ بس ابتعدوا انه السبسبه بيشيلوها. تفضل. اقول دكتور تسمح لنا احنا نسجل كونه في سبسبه بالموضوع يعني. آه في سبسبة انتو سجلوا. آه بصير بصير ماشي. ايش في اسئلة؟ دكتور سؤال. دكتور انه احنا يعني خلال الفصل ايش يعني ايش الطبق اللي رح ناخذها بالمادة؟ موجود يعني انه على الاي ليرنينج، لما تدخلي على الاي ليرنينج